شئتم أم أبيتم؟ بمزاجكم ولا من غير مزاجكم؟ عجبكم الكلام؟ ولا مش عجبكم؟ عجبنا قوي؟ أبصلوا على النبي. أنا النهاردة بزداد شباب وبزداد حيوية وبزداد قوة وبزداد صلابة وبزداد إرادة، لأن أنا مع أهل الشباب والقوة والحيوية والإرادة والمستقبل والواقع الحالي، القادرين على إحداث التغيير، القادرين على إحداث التغيير. قبل أن أبدأ أعرفكم بنفسي، أنا كنت طبيب في يوم من الأيام بس ما كنتش طبيب ناجح، ولما بدأنا في الإغاثة من 35 سنة ما كنتش بعرف فيها الألف من كوز الدرة. عارفين الألف وكوز الدرة؟ مش عارف الفرق بينهم إيه. وبعدين مشينا في طريق وما خدتش تجربة ونجحت فيها من أول مرة أبدا. في الجواز اترفضت كتير. إيه رأيكم حد يحاول معايا مرة تانية؟ لسه موجودين. في الزمالة ولا في الدكتوراه برضك سقط. في رخصة العربية سقط. في ايه تاني سقط؟ في الطب ما جبتش ممتاز وحاجة، جبت مقبول وجبت جايب بالعافية برضك سقط، كان عندي ملحق. في ايه تاني سقط فيه؟ في ايه تاني سقط فيه؟ ملك تنجح في كل شيء. في ايه تاني سقط فيه؟ انت بس جاي ايه ده؟ بتعمل بيه ايه ده؟ ده الخيارة بتاعت عادل إمام. فدايما بسقط، عمري ما نجحت من أول مرة، لكن بعد كده بننجح. أول حاجة هنتكلم فيها، طبعا المحاضرة دي اتأخرت عليا، فعشان كده وأنا امبارح بعد الساعة مش عارف كام كتبت محاضرة جديدة هقولها ليكم إن شاء الله. هي فين؟ ها؟ من أنا؟ أنا إنسان. تعرف معنى إنسان معناه إيه؟ إنسان خلق الله لي الكون قبل أن أخلق، ومهد لي سبل الحياة قبل أن أنزل على أرض هذه المعمورة، وسخر لي كل المخلوقات، وكرمني وشرفني بأن أكون إنسان. فأنا إنسان، أنا إنسان، لا تجعلوا أحدا يحقر منكم، لأن الله كرمنا جميعا. فأنا إنسان، الكون كله خلق لكي يخدمني، خلق لكي يعبد، لكي يخدمني، ولم يخلق لكي أخدمه ولكن أعمره. والدنيا خلقت لكي تسعى ورائي، وأن أسعى في الدنيا لإعمارها ولأسباب وأسباب الحق والعدل والحرية والسلام. فأنا إنسان بغض النظر عن ديني وعن عرقي وعن خلفيتي وعن مكان الولادة. أنا مواطن، أمي ولدتني في العراق فأصبحت عراقي، في مصر فأصبحت مصري، في إنجلترا فأصبحت إنجليزي، في أمريكا فأصبحت أمريكي، في السعودية أصبحت سعودي، وهكذا. فأنا إنسان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ثم أنا مواطن ولم يكن لي اختيار لا في أمي ولا في إنسانيتي. واضح؟ لكن إنسانيتي تشمل وتسع الجميع، تشمل وتسع الجميع، تشمل وتسع الجميع، لا تفرق، لا تقسم، لا تحقر، لا تشرذم، لا تقسي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون يخدمني. فأنا إنسان وأنا مواطن، ثم أنا مؤمن، هداني الله سبحانه وتعالى فأصبحت مسلما، أصبحت مسيحيا، أصبحت يهوديا، أصبحت درزيا، أصبحت كذا، أصبحت كذا، أصبحت كذا، ده إيماني الشخصي. فلو أحقر لإيماني، ولا أقصى لإيماني، ولا أبعد لإيماني، لأننا إنسان
ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ليخدمني ثم سيحاسبني على إيماني فيما بعد. لكن ظاهرة إيماني هي كيف أبني مستقبل وطني، كيف أتعامل بأخلاق مع من حولي. وكان خلقوه القرآن، وكان قرآنا يمشي على الأرض، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخلاق، لأنه كان إنسان وكان مواطن وكان مؤمن صلى الله عليه وسلم. فكل منا إنسان، وكل منا مواطن، وكل منا مؤمن. لكن علينا أن نعمل سويا شئنا أم أبينا. الأمر الثاني، إيه خصائص شخصيتي أنا؟ عندي رسالة، عندي رسالة في الحياة، وعندي مهمة، وعندي رؤية، وعندي هدف. حذاري، بقول لكم هم حذاري أن نعيش دون رؤية، حذاري أن نعيش دون أن يكون لنا رسالة، حذاري أن نعيش دون أن يكون لنا مهمة تنجز هذه الرسالة، وحذاري أن نعيش بدون هدف. حتى الحيوانات، حتى الطيور تعبد الله، وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عارفين لهم رسالة وليهم مهمة في الحياة، ويشتكون إلى الله عن سوء خلق الإنسان. إذا بتعمل إيه دي؟ مش عارف دي. طب عندي حطها في جيبي بقى، بس رجعهم الأول خاصة وما لخبطهمش، لأن دي لسه في الآخر. أنا إيه؟ فأنا ما ينفعش أبدا أبدا إن أنا أعيش بدون رسالة وبدون رؤية وبدون مهمة وبدون هدف. ولو خرجنا من المنتقل ده مش متفقين على أن كل واحد فينا لابد أن يعيش رسالته. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين، ها ما تركته أبدا أبدا أبدا. رسالة ومهمة وهدف ورؤية. أما الرؤية وهو يستظل في ظل الكعبة المشرفة، إني أرى قصور كسرى وقيصر، صح، واليمن وروما إلى آخره. رؤية، رؤية، كيف تعيش من غير رؤية؟ كيف نعيش من غير رؤية؟ الرؤية هي التي تستطيع بها أن تغير حال المجتمع، وتغير حال نفسك، وتغير حال من حولك، وتغير التاريخ وتصنع تاريخا جديدا. رسالة، الرؤية ورسالة ومهمة وهدف. ما هو هدفي من الحياة؟ واضح يا شباب؟ ما هو هدفي من الحياة؟ أن أحطم كل رقم قياسي أنجز من قبلي في كل تخصص أنا متخصص فيه، في كل تخصص أنا متخصص فيه. أحطم الأرقام القياسية وأكون أنا محطم الأرقام أبدا أبدا أبدا. الاستنعاج والخنوع والتذلل حقارة وليس إيمان. أن أحطم كل الأرقام في العلم، في المعرفة، في الفقه، في الثقافة، في كل شيء، في الرياضة، في الأدب، في الشعر، في كل شيء أكون محطم لكل هذه الأرقام، وأسعى بإيماني وأسعى بوطنيتي وأسعى بإنسانيتي يكون أنا من حطم كل هذه الأرقام من أجل إسعاد الإنسانية. إن أنا إنسان وأنا مواطن وأنا مؤمن. واضح ولا مش واضح؟ أنا لا أمزح، قد لا نلتقي مرة أخرى أبدا. اوعوا تعيشوا دون تحطيم الأرقام في كل مجال من مجالات العمل، مجالات الحياة، والمجالات التي يحتاجها الإنسان، كل الإنسان في كل مكان وفي كل زمان، لكي يكتب عنكم التاريخ. ماذا فعل عباس بن فرناس عندنا في العراق؟ طار وجع. بعض الناس بيقولوا مات،
بعض الناس بيقولوا جرح أو كسرت عظامه، صح ولا غلط؟ لكنه حاول أن يكون الأول في صناعة علم الطيران. أين نحن من أن نكون الأوائل في صناعة الجديد؟ شفت الفرق بيننا وبين عباس بن فناس؟ إيه؟ آمن بفكرته، عنده رسالة، عنده مهمة، عنده رؤية. الوقت الطيران بيطير في كل حتة، بس أولها كان عباس بن فناس رحمة الله عليه. لابد أن أكون محطم الأرقام، أواجه التحديات وأسعى إليها. لماذا؟ لأنها ليست من أجلي، ولكنها من أجل وطني، ومن أجل أمتي، ومن أجل ديني، ومن أجل مستقبل البشرية جمعاء. أوعى تفكروا فقط أنكم هتشتغلوا في حارة من حواري العراق أو حواري سوريا أو حواري أي حد. أبدا، أنت تفكر في حل مشاكل العالم كما كان يفكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حل مشاكل العالم، لأن أنت جزء من رسالة المصطفى، وأنت جزء من رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لم يتعلم القراءة والكتابة، ولكن كانت رؤيته لكي ينقذ البشرية من، كما قالها ربيعة بن عامر رضي الله عنهم، لقد جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام. ما تكلمش عن نفسه، ما تكلمش عن قريش، ما تكلمش عن مكة، ما تكلمش عن العرب، ما تكلمش عن العراق، ما تكلمش عن سوريا، ما تكلمش عن مصر، اتكلم عن العالم وعلى الإنسانية. وهو في صدر الإسلام قد لا يكون متخرج من جامعة أو عنده الدكتوراه أو عنده ماجستير زي ما كلكم تسعوا لتحقيقه. كل هؤلاء صنعهم الإسلام، فهم صنيعة الإسلام، وهم صنيعة معلم الإسلام ومعلم البشرية ومعلم الإنسانية، الأمن والرخاء والعدل والعدالة والحق والحرية، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أحطم الأرقام ولا أخنع. خنوع في صاحب بالعراقي كده ولا بالباشا ولا بالإيدي بتقولوا عليه؟ ها، صبحكم بالخير. بتقول ايه؟ صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. لازم الخير كده بتبقى خاه ماشيه بالعرض. ها، وحين اواجه التحديات اكون محسنا في مواجهتي، لان الاحسان صفه من صفات المسلم وصفه من صفات المؤمن. كل مؤمن، مسلم مسيحي، كله لابد ان يحسن العمل، لابد ان يحسن العمل. بخش في المحاضرة دي ولا أكمل في دي؟ على راحتك. إيه رأيكم؟ أي حاجة بقى، قول لي حاجة، أي حاجة، قول بحبك، قول كرهتك. الله يرحمك عبد الحليم حافظ. عارف عبد الحليم حافظ؟ ما تعرفوش أنت؟ أنا حافظ هو عبد الحليم. إيه هي الوسائل؟ أنا كتبت الكلام ده كله في صباح اليوم تقريبا أو مساء أمس بعد ما روحت يعني. وسائل التي أريدها لتحقيق كل هذا: أولا الإيمان، الإيمان، العلم والتعلم، معرفة التاريخ وقراءة أحداثه، معايشة ذوي الخبرة والصلاح والمعرفة، خوض التجارب المختلفة، التعلم من تجارب الآخرين، عدم اليأس، عدم اليأس، عدم اليأس، الصبر، العزيمة، الإصرار، عدم رفع سقف التوقعات لأشياء ما استطيعش أحققها أو ما استطيعش من حولي يحققونها. أكن واقعيا، عمليا، بسيطا، سهلا وميسرا للأمور. أكن عاملا محفزا للآخرين ومنشط لقواهم وشاحذا لهممهم. لبعض الوسائل عشان نحقق الكلام اللي أنا قلته في الأول: أركز في عملي، أركز في عملي، أتخصص في عملي، يكون لي مرجعية. لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا، يكون لي مرجعية، أكون رجاع دائما. أؤمن بالشراكة مع الآخرين، الأديان المختلفة، الثقافات المختلفة، الأعراق المختلفة، الأعراف المختلفة إلى آخره.
أتكامل في عملي مع أبناء وطني، أتكامل أتكامل أتكامل، وكلنا الوطن، كلنا الوطن، وليس جماعتنا أو حزبنا أو تشكيلنا أو فقهنا هو الوطن أبدا. في 5 أو 6 أو 7 مذاهب ها فقهية، الأحناف والملكية والشافعية، الإمام موسى الكاظم والإثنى عشرية والحنابلة وهكذا والأبضية وإلى آخر، كل هذه المذاهب هي جزء من الإسلام أو جزء من تفسير الإسلام برؤية صاحب العلم الذي حدد هذا الجزء. الثقة في النفس، ثم مخبط كده، ثقة في نفسي، والثقة تأتي بناء على الإيمان الذي استتب في قلبي. الثقة جزء من الإيمان. حسن الظن بالآخرين، مش هقعد أودود وقول ده أصله كذا، ده بصت لي بصة، دي بصت لي بصة، دي قالت عليا كذا، لا. حسن الظن، سوء الظن هو الحالقة، لا تحلق الشعر بل تحلق الدين. تجديد النية دائما، تجديد النية دائما، تجديد النية دائماً. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإخلاص في العمل لمن؟ لله أولا، ثم للوطن، ثم لخدمة إخواني في الوطن وأخواتي في الوطن والإنسانية وأقرنائي. دي 21 نقطة أنا كتبتها في الصباح عشان قلت المحاضرة ما جاتش. في سؤال واحد من الشباب سأله لي أمس ولابد أجاوب عليه، معذرة أجاوب. السؤال الجزء الأول، ما هو الدافع الإيجابي لشباب العراق؟ يعني إيش الشيء الإيجابي في شباب العراق؟ الأخ موجود هنا، هو اسمه إيه؟ اسمه حاجة كده، اسمه رؤوف أحمد فاضل. فين رؤوف؟ أنت لست هنا يا رؤوف. طيب خلاص، أولا الإيمان زي ما قلت قبل كده، أؤمن بأن أنا مواطن عراقي ذو قدرة ومقدرة وعطاء متدفق ومستمر من أجل بناء وطني. كلنا مؤمنين بدي ولا لا؟ أنا مش سامعكم. مواطن عراقي ذو قدرة ومقدرة وعطاء متدفق ومستمر من أجل بناء وطني، أو مواطن سوري أو مواطن مصري أو مواطن مغربي إلى آخره. أعرف قيمة ثقافة وتاريخ وعقائد وأخلاقيات وطني، كيف أكون مواطن ولا أعرف جاري ولا أعرف تاريخي ولا أعرف ثقافتي المتعددة؟ كنت أنا بروح اللي اسمه في بغداد يوم الجمعة ده، متنبي، مش موجود في أي دولة عربية، انسى. حتى هايد بارك والكلام اللي عندنا في لندن ده فنكوش، عارفين فنكوش على إيه؟ فنكوش ها؟ لا لا هقول لك حاجة، صلي على النبي، أنا سأشرح لك الفنكوش. أفنكشكو ولا ما فنكشكوش؟ أنت معانا ولا معاهم؟ هفنكشنا يا حاج. الجمال في الرواية دي إيه؟ التصريح اللي كان أو في السيناريو بيقول لك الفنكوش هو إيه؟ قال لك اعمل أي حاجة وسميها فنكوش. ده شعب جاهل اشترى شيء مش موجود، شعب جاهل اشترى شيء مش موجود، فأنت اعمل له يا حاج مش عارف إيه، أي شيء، شرب ولا أكل ولا لبس ولا زمارة، وسميها إيه؟ فنكوش. وده اللي بيحصل دلوقتي مع الإعلام، يفنكشونكم فتتفنكشوا، والفنكوش فنكوشا والمتفنكش متفنكش. فهمتوا حاجة؟ ده كردي ده بقى. ها؟ أن أؤمن بأني غني، أنا غني، أنا مش فقير، وطني أغنى الأوطان، فيها مقدرات مش موجودة في أي مكان، والذي يقنعك بغير ذلك فهو خائن للوطن. أنا بقول الكلام ده على 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 مسؤولية الخاصة. هناك أناس يروجون لنا أننا فقراء، لا يمكن أبدا أن يخلق الله سبحانه وتعالى من كرمه ها وجعل كل المخلوقات خادمة له أن يكون فقيرا. جاء حذاري أن يقنعكم أحد بأنكم فقراء وأنكم أذلاء وأنكم متخلفين، أبدا. أنا غني، وطني غني،
وتاريخي غني وثقافتي غنية وديني غني وقيمي غنية وأخلاقي غنية. أدافع مع جميع أبنائه من أجل بناء أركان الوطن. كلنا نبني الوطن. الوطن مش حيبني في فصيل واحد أو بمذهب واحد أو بحزب واحد، لكن حيبني بثلاثين مليون أو أربعين مليون أو خمسين مليون أو مئة مليون أو عشرة مليون أو خمسة مليون أو نص مليون. فلابد أن نفعل طاقات كل إنسان ومواطن داخل الوطن. أنا أعرف بأن بلد العراق مر بتجارب سيئة في الماضي كثيرة ودمرت، لكنها تعافت وبنت حضارات مختلفة. فأتعلم من المسالب لأبني بها الإنجازات. أعرف من هو العدو الحقيقي لي والوطني، هو الذي يريد أن يحبطني ويقزمني ويجعلني مهمش في هذه الدنيا. وأول عدو حقيقي لوطني هو أنا النفسي الأمارة بالسوء. قد يكون عدو الحقيقي في داخلي أنا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعرف أننا خير خلف في العراق لخير سلف، وفي سوريا خير خلف لخير سلف، وفي مصر خير خلف خير سلف، وفي فلسطين خير خلف خير سلف، وفي كل مكان من الأمة العربية وفي العالم فنحن خير خلف لخير سلف. أقاوم الإحباط، أبني الشراكات، أخوض التجارب، أبني التكاملات لصناعة الإنجازات بالعمل والجد والاجتهاد والتوكل على الله. أستثمر في الشباب، أستثمر في الشباب وفي المرأة. المرأة نصف المجتمع. المرأة هي أمي، وهي أختي، وهي زوجتي، وهي خالتي، وهي عمتي، وهي جدتي، وهي ابنتي، مش كده برضك ولا إيه؟ صح ولا غلط؟ فكيف أهينها؟ كيف لا أقويها؟ كيف لا أمكنها؟ كيف أسب أمي أو أسب خالتي أو أسب جدتي؟ كيف؟ يبقى الفقه معوج، فقه معوج، فقه معوج. هو الجزء الثاني من السؤال مش فاكر هو ايه، لكن نخش بقى على المحاضره. خش على المحاضره، اخش على المحاضره، خش افتح الباب. طيب، بناء الخضرات مش ورشه عمل، ها، ولا محاضرة. اوعوا حد يجي يضحك عليكم ويقول لكم انا اديتكم محاضرة ولا اديتكم ورشتين يبقى انا بدي قدراتكم. ده فنكوش. لكن بناء القدرات جزء من المحاضرة، اللي هو ايه، سوري، ورش العمل دي جزء من جزء من الايه، ورش العمل جزء من ايه، بناء القدرات. بناء القدرات نعملها ازاي بقى؟ بعد ورش العمل اعيش مع من عندهم خبرة، أتعايش معهم، أتعلم من تجاربهم، أسمع إليهم، ألاحظهم في حياتهم لأنهم أنجزوا وأصبحوا ذوي خبرات. معايشة والتعلم من ذوي الخبرة، التعلم من العاملين داخل المؤسسة نفسها، سواء كان هذا العامل يقدم الشاي أو عامل حارس أو عامل ينظف المكان أو رئيس مجلس إدارة أو المدير التنفيذي أو أي حد. أتعلم ممن أكون معه في أي مكان وفي أي زمان. ده بناء قدرات. قراءة التجارب الناجحة، الناس عملوها إزاي عشان إيه أخدها مرة أخرى. أتعلم من الفقراء والمساكين. كتير جدا من حلول مشاكلنا عند الأرملة وعند اليتيم وعند الشيخ الكبير وعند الفقير وعند اللاجئ وعند النازح، لأنهم أصحاب حاجة. فصاحب الحاجة هو الذي يستطيع أن يضع الحل لحل هذه المشكلة. شفت لما تقدمنا قدرتي أن أنا ما أقعد مع هؤلاء الناس اللي أنا بقول لهم أنا جاي أساعدكم
وانا شجيع السيما ابو شنب بني... انا ما عنديش شنب ابو شنب برديمة زي ما كنا بنغني زمان واحنا صغيرين. لا، اللاجئ ده عنده شيء مش عندي، النازحة عندها شيء مش عندي، المغتصبة في البوسنة اللي كانوا يتوالى عليها رجال رجال في اليوم الواحد 6 و7 مرات، عندها قصة تحكيها، عندها بناء قدرة ليك انت وليك انت، لانها هي صاحبة المال هو صاحب المال. فلابد حينما نبني القدرات ليس ورشة عمل فقط او محاضرة فقط. انا اتعلم من زملائي في المؤسسة او المؤسسات الاخرى، العلم ليس حكرا، وان جعلنا العلم حكرا انكفأنا به. العلم زي الماء وزي الهواء، كلنا شركاء فيه. أن أراجع نفسي دائما دائما وأنا أستفيد من أخطائي. أنا قلت لكم أنا ولا مرة عملت حاجة من أول مرة ونفعت، كنت دائما إيه بسقط الحمد لله. ما هو دور الإيمان؟ أنا كلمت عن الإيمان كتير قوي قوي مش كده؟ ها أنا بس هقول دور الإيمان وبعدين هخش في المحاضرة وهخلص ومش عارف أقول إيه تاني يعني. طيب أنا كنت جد جدا معاكم شوية. الإيمان بيعمل لنا إيه؟ يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ده دور الإيمان. عدوا على الإيمان بالنواجز، عدوا على الإيمان بالنواجز. بيرفع مستوى الوعي والمعرفة عندي. فرق بينك وبين حد تاني إن أنت شايفها صح هو مش شايفها أو هي مش شايفاها. يعطينا الحماسة والقوة والقدرة على الاستمرارية. يا جدعان ما بينامش ليه الجدع ده؟ ما تحل عنا بقى، عرفتنا من كتر كلامك. تيجي البنت ما تنامكيش. شفت انتوا جمال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما كان يروح يخبط عليه ما كانش عنده باب على سيدنا بلال في نص الليل عشان يدعوه للاسلام، ايمانه جعله الا يقدر على النوم، الا يقدر على النوم، ألا يقدر على النوم. يسهل علينا الحصول على الإنجازات. يعني حينما يطلع الله سبحانه وتعالى على قلبك أو قلبها فييسر لك الأمر فتنجزي ما لا يستطيع إنجازه الآخرين في سنين. الإيمان هم اللي بيرزقنا التواضع وخفض الجناح، حب المساكين، مصاحبة الأتقياء، ويكسبنا ثقة الله فينا وحب لنا ومنصرته لإكمال مسيرتنا. هذا هو الإيمان. الإيمان يزيد من ثقتي في نفسي وفي من حولي من زملائي، وأن يجعلني قادرا على مشاركة معلوماتي ومعرفتي مع الآخرين. ده الإيمان، خليك تشارك الشيء، تنشر الشيء، تعلم الشيء، توجه الناس. والإيمان يجعلني محبوبا بين الآخرين ولا يجعل في قلبي حسد وبغضاء وضغينة، ويزيد يقيني بربي والنصر من الله سبحانه وتعالى. دي كانت مقدمة أنا قلتها ما أقولها مبارح وأنا قاعد بعد ما قابلتكم. كل الكلام ده اللي أنا قلته ربنا أعطاني القدرة على أكتبه، لأن أنتن عارفين الأنتنة اللي هي أريال. إنه يضحك، عجبتك أو يعني ده عمل مواصلته كان الضحك متأخر يا ابني، إحنا قفلنا الضحك ودخلنا في الدراما بعد كده. إيه دي؟ لا هات قبل دي ايوه دي. الاثنين دول لابد احنا نحييهم اجلالا. احمد الشيخ هو سوري من ادلب، دايما بيساعدني في تحضير الماده العلميه، وتدعوا له لان مش عارفين ايه مصير ادلب. كل يوم هم في شأن، كل يوم على استعداد لو حصل الحرب ما بترحمش حد. فاحنا ندعو لاحمد الشيخ صاحب الماده العلميه
وعبد الرحمن النحاس هو صاحب المادة الايه الفنكو الايه اسمها ايه بتاعت الاعلاميه. لا مش فنكوشيه بقى الراجل. الراجل بعت لي بتاعت الساعه 2 صباحا مش كده يا ابني ولا ايه؟ 2 ونص. طيب يعني ما نامش ربنا فجزاه الله اخر. والاثنين شباب زيكم، الاثنين شباب زيكم. لا في ورق هنا ورق. الاثنين شباب زيكم وهم في نفس السن، في نفس السن بتاعكم واصغر. دعوني قبل ما اخش في المحاضره اللي دمها تقيل. الغلام هحط بعض التعريفات كده لان انتوا كلكم شباب بسم الله ما شاء الله. الغلام هو الصبي من يوم الولاده، ها يعني قبل بلوغ المراهقه لغايه سن المراهقه. والفتى هو من المراهقه للرجوله مش كده برضك؟ يعني بس لو كنت انا غلطان. انتوا عندكم سايبوي وعندكم حمراوي ولا خضراوي مش كده برضك؟ حمراوي برضك عندكم؟ ها مين الفراهيدي؟ طب خلاص. على العموم انا ليه هقول الامثله دي كلها؟ فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. عنده كم سنه ابراهيم وهو فتى؟ كم؟ من 15 الى 20. انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. خرجوا بدينهم من ملك الدنيا بالرغم من انهم كانوا ابناء ملوك، كانوا ابناء وجهاء، كانوا من الاغنياء. انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. غلام سوره البروج، غلام مش فتى، يعني سن المراهقه. يتحدى الملك ثلاث مرات وقال له انك ما انت بقاتلي، ما انت بقاتلي. الا اشترط عليه كيف يقتله، ان تجمع الناس في صعيد واحد ثم تربطني حول شجره وتاخذ سهما من كنانتي وترميني به وتقول ها باسم رب الغلام. الملك احمق فقال هذا، فآمن كل الناس، قالوا آمنا برب الغلام. صح، كان غلام وإبراهيم كان فتى وأهل الكهف كانوا فتية آمنوا بربهم. صح ولا غلط؟ محمد الفاتح كان عنده 12 سنة لما أبوه ولاه أحد الولايات وفتح القسطنطينية وعنده 24 أو 25 سنة. كان بدأت قصة الفتح وعن 17 و 18 و 19 سنة. صح؟ أسامة بن زيد كذلك أقل من 20 سنة، 17 أو 18 سنة، وكان في الجيش، كان قائد الجيش. وكان في الجيش مين؟ سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي إلى آخره إلى آخره. عبد الله بن الزبير شهد اليرموك وعمره 14 سنة. ها؟ إحنا شباب؟ ماذا فعلنا؟ هذا هو التحدي. تحدي تحدي تحدي. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس بدا يتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم في سن الثالثه من عمره، ثم بدا يفتي في سن الخامسه عشر. شفت بقى قد ايه؟ تعلم في بيت النبوه، ثم تعلم في بيت الصحابه، ثم تعلم في بيوت الانصار، ثم افتى في سن 15 سنه. أنا بس قلت أخش المدخل ده ليه؟ لأنكم شباب وأنا مؤمن بيكم وأنا معتمد بعد الله سبحانه وتعالى عليكم جميعا أنكم أصحاب التغيير. والتغيير جاي بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي كبوة لكل المجتمعات، كبوة لكل المجتمعات. سنستطيع أن نتخطاها ونحدث المعجزات. أنا بتكلم كلام واقعي. لماذا؟ لأن لو قرأنا التاريخ سنجد. هديك قصة كده بسيطة قبل ما اخش في المحاضرة، مش عارف اخش فيها ولا لا. كان في يوم من الايام، كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ما يحلك كلام الا بذكر مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما صلي يا جدع، صلي. انت مريح كده خالص، هتنام ولا ايه؟ كرسي، ما في كرسيين تانيين جنبك يعني. مع انه نزل من 105 ل 84 كيلو يعني. أي أيوة والله، لسه كمان خمسة. بعد قادم بالتغيير.
أو التغيير إن شاء الله. المهم كنت أنا مسؤول في الإغاثة يعني أو بعمل في الإغاثة، وقالنا شاب من قالوا طلب اللي هو من رئيس المكتب في بريطانيا إن جامعة برمنغهام كلية الطب بتبني مسرح زي ده بالضبط بالضبط زي ده، وعايزين على كل كرسي 2000 جنيه ويكتبوا اسم المتبرع. فأنا قلت له خد 10 كراسي زي العشر كراسي دول بالضبط اللي انتوا قاعدين عليهم دول، شايفين دول؟ قال لي 10؟ قلت له 10. كام ده كان في 2004 أو 2005؟ 20,000 جنيه. خلاص؟ هنعمل بالعشر كراسي دول إيه يا رجالة ويا أخوات؟ هنحط على كل كرسي اسم عالم من علماء المسلمين الذين أحدثوا تغيرا في العلم وأبلوا بلاء حسنا. وضعت هذه الأسماء 10 أسماء من العلماء، من ابن سينا للفارابي للبيروني لكل دول، أبو القاسم الزهراوي من الأندلس إلى آخره. خلاص هؤلاء الناس لم يعلموا في كينونة حياتهم أن ستوضع أسماءهم داخل مدينة برمنغهام في كلية الطب بعد 1000 سنة من موتهم. ماتوا أمتى؟ 1000 سنة. لكن هم 10 كراسي دول ها تحمل أسماء هؤلاء الناس. فأنا أريدكم كل واحد فيكم ينظر إلى كيف سيذكر اسمه أو اسمها بعد أن ننتقل إلى الرفيق الأعلى بألف سنة. تعتبركم طبيبة؟ طب وإيه يعني؟ ما في 1000 طبيب. أو مهندس؟ طب وإيه يعني؟ في 1,000,000 مهندس. مدرس؟ طب وإيه يعني؟ ما في 10,000,000 مدرس. لكن مين اللي هيذكرك؟ أو مين اللي هيذكرك بعد 1000 سنة؟ أو 500 سنة؟ هو ده الإيمان اللي هنتكلم عنه، وهو ده التغيير. العشر أسماء اللي موجودة في كلية الطب جامعة برمنغهام حاليا هي لهؤلاء الناس، هي لهؤلاء الناس. لم يكونوا يختلفوا عنا في شيء إلا أنهم حاولوا وحاولوا 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 فأنجزوا. لم يوقفهم أحد، ساقهم إيمانهم لكي يذكروا في كتب التاريخ إلى أبد الدهر بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرنا أحمد الشيخ وشكرنا عبد الرحمن. اقلب الصفحة بعد كده يا إبراهيم. مين اللي بيعمل انتوا قال فوق ده؟ فين اللي بتاع فين اللي مش معاك انت؟ انا هو فيهم اللي على اليسار ولا على اليمين؟ طبعا دي ما اعرفش انتوا عايزين اتكلمكم فيها ولا لا. كان دي محاضره ليا عندي من زمان، ان الحضاره فكره. انت معايا؟ انت ايوه انت ستنشئ حضاره. فكرتك ستكون لانشاء حضاره، مش فكرتك انك هتشيل حبه زباله من الحاره. نشيل الزباله من الحاره ولا نعمل حضاره؟ فلو فكرت ان انت هتنشئ حضاره هتنشئ حضاره باذن الله سبحانه وتعالى. لو فكرت ان انا تبقى دكتور وتعمل عياده وتجوز وكده هتبقى دكتور وخلاص. لو فكرت انك هتبقى دكتور علشان تغير تاريخ الطب هتبقى. يبقى هنا المنظومه بتاعت دي الحضاره فكره. الحضاره ايه؟ حضاره ايه؟ تبدا ازاي؟ واحد فيكم عنده فكره جميله، اول خطوه في الفكره ان انا اؤمن بيها، اؤمن انا شخصيا بيها، ثم انادي من حولي من اصدقائي والقريبين مني ليؤمنوا بها، ليكون فريق عمل عشان تحمل الفكره. اكون فريق عمل لكي نحمي ايه؟ الفكره. الفريق العمل ده بيحول الفكره الى مشروع او مبادره. ده بياخد وقت، خلي بالكم، الثلاث كلمات اللي انا قلتهم دول ممكن ياخدوا منكم ست اشهر ولا سنه.
مش انا بس فكرت كده وخلاص، لا، عشان تقنع من حولك من اقرب الناس ليك ممكن تاخد اسابيع. عشان تنفذ مشروع او تعمل مبادره في الحاره او في الشارع ممكن تاخد سنه. مش سهل الامر، العمل في المجتمع مش عمل سهل، عمل صعب، عايز صبر وعايز اصرار وعايز تركيز. يبقى انا قعدت بالفكره انا واصحابي امنا بيها، حولناها لمشروع او مبادره. مشروع نجح. حذاري، وانا بقول له حذاري 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 ان انا ابدا في مشروع كبير كبير مش عارف انفذه، خاصه في المرحله الاولى. ابدا بالسهل الميسر الواضح الذي يعطي ثماره مباشره، على مستوى حاره، على مستوى شارع، على مستوى كذا، على مستوى فصل دراسي الى اخره، عشان من حولي يرون الانجاز ويرون المنتج بتاع العمل. كل ده بيتكلم مني، ياخد مني سنه او سنه ونص. واضح يا شباب؟ لان انا ايه، بس انا فكرتي الاولى كيف انشئ حضاره. انا خلصت ولا ايه؟ انتوا تعبتوا؟ طب انا ما تعبتش. بيقول لك العريس العروس، العروس العريس، والجري المتعيس. بريك خفيف؟ تبريك ولا ما بريكش؟ لا خلي الجمهور. اوكي ما عندي مشكله، بس انا يعني بريك من 3 دقائق الى 5 دقائق عندنا فيديو يعني شاركوا الجمهور وبعد مباشره. في عايز فيديو؟ انا مش عايز اتخلى عن الكرسي بتاعي. هذا كرسيك ومكانك ومسرحك ومنصتك. كرسي الرئاسه. عايز منه؟ خدوه مشرشر بالعرض بالطول بالورب بكل حته. وقعدوا عليه وتفننوا في ادخال هذا الخازوق من تحت من الدبر الى ان خرج من افاه دون ان يصطدم باي عضو حيوي كبير لكي لا يموت. فظل في هذه المعاناه 6 ساعات. 6 ساعات. رجل شاب، شاب مش كده؟ شاب. بسم الله ما شاء الله. هنديله الحلبي؟ نديله حلبي؟ ف6 ساعات وهو يعاني من اجل ايه؟ مش من اجل سوريا ولا من اجل حلب، من اجل الدفاع عن الامه الاسلاميه. فما اقول حلبي تعرف هو ايه حلبي؟ ها؟ مشرشر من كل حته. خلاص اتفضل فيلم بتاعك. انا لا مش هسيب كرسي انا. لا انت كرسي الرئاسه. فين البتاع اللي بتعمله بيه البتاع ده؟ مش في محمد نجم عمل شعر في البتاع؟ البتاع اللي كان في ايدك البتاع ده. تعال تعال تعال. بص كده. بصيت. انت متجوز؟ لا. يلا يا بنات اخطبوه. خلاص هرب اهو. ما تستنعكش يا ابني، انا بقول لك خليك كوي كوي بالكاف. فين البتاع اللي بيعمله البتاع ده؟ ها؟ في جيبي ايه؟ اديتهولك انا. انت ناسي؟ انت جبت الغايه يا دكتور. اه البتاع جاي اهو جاي. ده البتاع؟ حياك الله. طيب احنا نقولها تاني ايه تاني؟ ان هو الفكره زي البذره. ها؟ وزي الخلية اللي بتصنع الإنسان فيما بعد. شفت قد إيه؟ خلية ميكروسكوبية لو الحيوان المنوي أو البويضة مع بعض ما بتشوفهمش أنت. بسم الله ما شاء الله بيطلعوا الشباب اللي قدامنا دول. بس بعد قد إيه؟ 9 أشهر. والبذرة بتعمل غابة بعد قد إيه؟ بعد 100 سنة. والكلمة والحرف بيعمل موسوعة بس بعد قد إيه؟ 10 سنين. ما فيش نجاح بضربة حظ أبدا. في نجاح بالعمل وبالمثابرة وبالصبر وبالإنجاز وبالإخفاق في نفس الوقت. يبقى احنا كوننا فريق العمل واتفقنا على الفكرة هي الأساس،
الفكرة هي الأساس. وبعدين بعد كده هو بنخش في إيه بن... أنت غيرتها؟ لا دي واحدة ثانية دي. هات دي بتاع دي في واحد اللي قبلها. هو بتاع عندك ها؟ آه أنا اللي عندي؟ آه صح. آه نعم. حلوة دي. اقرأ قصيدة محمد نجم. طيب. عارفها؟ طب ما تيجي تقولها. واخدين بالكم؟ فبعد كده هو بعد سنة تقريبا أو سنة ونص بنحاول ننظم المشروع أو ننظم اللي هو إيه المبادرة، فبنسجلها كجمعية. الجمعية تخدم إيه؟ الفكرة. حذاري إنكم تخدموا المفكر، لابد أن نخدم الفكرة مش المفكر. الجمعية تخدم الفكرة حينما تتحول الجمعية إلى أنها تصبح ملكا للمجتمع وليس ملك لشخص أو ملك الشركة أو ملك الحزب أو ملك المجموعة معينة، تستطيع أن تحول إلى مؤسسة يتملكها المجتمع. فرق كبير جدا بين المؤسسة للإنستيتيوشن وبين الجمعية للأورجانيزيشن. المؤسسة دي بيخش فيها الشعب، ينتخب أعضاء مجلس إدارة من الشعب، نزل إعلانات. يعني في كذا جمعية دلوقتي حتى بالجمعيات الإسلامية بدأت تعمل في بريطانيا، بينزلوا إعلان في مؤسسة عاملة دلوقتي إعلان للأمناء الجدد عشان إيه تختارهم من إيه من عامة الناس بغض النظر عن الدين بتاعهم أو العرق بتاعهم أو الخلفية المذهبية بتاعتهم. أوعوا تقسموا الوطن بناء على خلفية مذهبية أو على دين أو على كلنا سواسية أبناء الوطن، كلنا سواسية، لأن كلنا هذا الإنسان وكلنا نحترم ها الفكر والثقافة والعقيدة المختلفة. فده قاعدة بناء الوطن. المؤسسة وظيفة المؤسسة يا شباب إنها بتاخد الفكرة دي، إنها كبرت أصبح عندها كوادر، أصبح عندها principle يعني سياسات، أصبح عندها تواصلات، أصبح عندها إمكانيات مادية كبيرة، فبتحول الفكرة إلى فكر مجتمعي. From an idea to ideology. الفكرة إلى فكر مجتمعي. والفكر المجتمعي المجتمع بيحوله إلى إيه؟ هذه المحاضرة؟ حاضر. كل ده ليا؟ لا إله إلا الله. كوسة بقى يا عم. بقول لك القرع لما استوى قال الخيار ها يا لوبيا، وست حركات كده يا لوبيا، انت عندك خيار ولا عندك قرع؟ انا اللي عملت البسة حلبسة. عارف البسة؟ عارف الحلبسة؟ انا اللي عملت من البسة حلبسة. شفت بقى هنخش في الكلام ده؟ يعني انا اللي عملت. لا خلينا بقى ايه نكمل المحاضره وناكل عيش. ها المؤسسه بتحول الفكره لفكر ثم ثقافه ثم نهضه وتاريخ. وليه؟ لان الفكره دي ها الفكره دي اللي كانت جات لك واحده من الاخوات او كان جيت لواحد من الاخوه ملكها للمجتمع. ملكها لمين؟ ما استحوذش بيها على نفسه، ما استحوذش بيها لنفسه أبدا، ملكها للمجتمع. ركز دائما على الفكرة دي. بالنسبة للشباب كان كتبها أحمد الشيخ اللي هو يكون أنت عندك استعداد شخصي، ده بد يكون عندك استعداد شخصي بين تولد الفكرة زي ما قلنا، تكون فريق عمل، تصمم الخطة، تشبك، تعمل شركات، تطور الذات، كل الحاجات بقى دي اللي هي داخله في التقنيات. يعني احمد الشيخ بيتكلم في التقنيات، انا بتكلم في العموميات لان انا اصلا مش متخصص في اي شيء، حتى الطب مش متخصص فيه، حتى العمل الانساني مش متخصص فيه، فانا زي ما بيسموني المسحراتي. ها انا المسحراتي، اصحي الناس من النوم، اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز يروح الجامعه الجامعه، عايز يروح حسينيه يروح حسينيه، اللي عايز يروح الكنيسه يصلي يروح، وهو اخر بعد كده ده وظيفتي في الوقت. رئيس المؤسسة توقفت شهرزاد عن الكلام وديك قال كوكو كوكو.
مش كده؟ يلا يا شهرزاد، انا شهريار، انا شهر ويار كمان. الاسئله ايه ده بقى؟ انا وقفت صدفه، لو ما قلتوش اسئله تشرح صدري هاجي لكم اسالكم. ها لا انا اسال ايه بقى؟ انا خلاص انا اتكلمت كتير، ده انا اتكلمت اكتر من ساعه. تعالى هنا يا حبيبي. هو هيتكلم من هناك؟ انا كنت عايز اطلعه عشان لو هو مش متجوز نجوزه. اللي مش متجوز يجي لقدام، واللي متجوز يخليه ورا. ها واللي عايز يتجوز يجي قدام. حاضر انت؟ الو. ايوه الو الو، اتفضل. مين؟ لما نحاول نتوجه الى مسار التعليم والتدريب والتطوير جيد، واجهنا مشاكل في مسائل التطبيق في مسائل التمويل. ممكن انه هذه بسهوله جدا احصل على دعم في مسائل الاغاثه، مساعده النازحين، لكن لما اجعل مساله لها علاقه بالتدريب والتطوير خاص بمسائل الايتام والاطفال اواجه صعوبه كبيره جدا في استحصال الدعم، وهذا يسبب خذلان لكثير من الشباب العاملين بهذا المجال، خاصه انه مساله التعليم والتدريب مساله مهمه جدا. الأكاديمية أعتقد هي رائدة في هذا المجال الآن، هي خاصة بالعراق، لها بصمة جدا كبيرة في العراق، لكن أعتقد أننا نحتاج إلى عمل أكبر وأكبر حتى المشكلة كبيرة جدا. يمكن ذكرتها بسيط أمس، أن إحنا ما زلنا تقليديين في العمل. أغلب العمل في العالم كله الإنساني قائم على العواطف، وأغلب الدخل الذي يأتي لكل مؤسسات سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة في العالم كله هو للإغاثة، كوارث، سواء كانت الكوارث الطبيعية أو النزاعات والحروب أو أي شيء تاني. فللأسف ده اللي هو القاسم المشترك الأعظم لكل الناس من أمريكا للصين، مش بس في العالم العربي، حتى في بريطانيا يجمعوا مثلا في السونامي جمعوا حوالي 400 مليون في قرابة أسبوعين، تيجي في مشروع تنموي ما يقدرش يجمعوا المبلغ ده في سنة. دي عقلية المتبرع العاطفية التقليدية. انت عليك بقى تعمل ايه؟ اما وده فكري خاص، وهنا بقى انا بتكلم على فقه مجتمعي مش فقه شرعي، ففي الموضوع ده انا فقيه مجتمعي ولست بفقيه شرعي. واضح؟ واضح؟ أنا بقول كفقيه مجتمعي إن أنا أستقطع جزء من العام من ميزانية الإغاثة دي لما بعد الإغاثة، لبناء القدرات، لبناء المجتمعات، ها؟ للتعليم، لكذا 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 في الجزء ده. وأنا بقول كفقيه مجتمعي وليس فقيه شرعي إن ده قد يصل إلى الربع أو الثلث. أنا لست مكلف بإطعام الجميع، وشغل بقى عاطف السيد العاطفي وظلموه وماشي على الأشواك ومش كده وعبد الحليم حافظ وكذا إلى آخره، واحدة قاعدة في البيت تاع عفاف راضي ولا مش عارف اسمها إيه، فكرت في حالي وبكيت. لا أنا مش مسؤول، أنا مسؤول على بناء مجتمع بعد مرحلة الإغاثة، فأنا هاخد الربع أو التلت. يمكن اللجنة الشرعية في الكويت بتاعت الخلايا العامية أجازت هذا الأمر. فلذلك بدي واحد آخر، فدي حاجة مهمة. أنا شخصيا من أموال الإغاثة هقول إن أنا هستقطع منك 25-30% عشان أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وأسميها إغاثة إيه؟ عشان برضك أقول للمتبرع اللي التقليد ده أسميها إغاثة متخصصة أو إغاثة متميزة، لأن بدون قدرات هتهدر الأموال، وبدون تعليم هتهدر الأموال إلى آخره. فده حل من الحلول. الأمر التاني في الحل ده إن أنا أثقف المتبرع بتاعي. أديكم مثلا، أنا كان في قضية البوسنة، وإحنا عارفين البوسنة واللي حصل فيها كانت خلصت، وكان في سيدة فاضلة من مصر بسم الله ما شاء الله توفت فربنا إيه يكرمها، حبت تتبرع بمبلغ محترم يعني، فقالت أنا عايزاها للبوسنة، عايزاها إيه؟ عايزاها للشيشان، كان ساعتها الشام مولعة.
فأنا قلت لها لا يا حاجة، نزلت لها مخصوص من لندن لفين القاهرة، سافرت مخصوص. أقنعتها إنها بتفكيرها الاستراتيجي كست كامرأة يعني سيدة أعمال تبني البوسنة وتعيد اللاجئين مرة أخرى لقراهم، أما الشيشان ففي التلفزيون كل زيد وعبيد حيتبرع لها. فاقتنعت. يبقى هنا أنت دورك أنت كجمعية إنك تروح تنتقي مجموعة من المتبرعين ها لكي تقنعهم وتغير فكرهم. أمر مش سهل، الأمر أبدا مش سهل، واضح. فالأمر علينا احنا كجمعية وعلى أشخاص لأننا نتعامل مع مجتمعات عاطفية سواء كانت في الشرق أو في الغرب. أخونا هنا اللي رفع إيده، حد ينظم الموضوع بقى. ها أنت حضرتك أنت الأول بعدين. يكون الأمر يعني مخصص جدا بالعمل الإغاثي، ويكون أيضا قد تكون مخصصة بمنطقة معينة. فيعني من ناحية الأمانة ما ممكن أن تتصرف على أساس يعني درجة 3 أو 25% أو حتى 5%. فيعني هذا الجانب. يبقى أنت بتخش في المرحلة الثانية اللي أنت بتقعد مع المانح وتدير المشروع عشان هو يغير فكره. وبالك لأن أنت دلوقتي في العراق يعني الحمد لله المواجهات انتهت. وأصبح الأمن. أنا كنت في بغداد السنة دي مرتين ولا كام، يناير وإبريل، ورايح إن شاء الله شهر أكتوبر إن شاء الله مع الهلال الأحمر العراقي عاملين مؤتمر لإعادة إعمار العراق إن شاء الله 17 و18 أكتوبر. ها بيوتنا كلها مفتوحة لك، أخش أنه بيت فيهم. من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن. يا أبو سفيان أين هند؟ لا أعرف. فين هند؟ هند بنت احنا معروف عندنا ايها اللي يدوس الصاطه واللي يجينا ضيف مباشره باب البيت مفتوح. وان دخل الكعبه فهو امن. فلذلك انت بتروح بقى المرحله الثانيه انك تعلم مجموعه من ايه من المحسنين، تروح لهم بنفسك. انا بقول لك سافرت من لندن للقاهره عشان اغير فكر المحسنه، ادتنا $500,000 وبعدين السنه اللي بعدها ادتنا الفيلا بتاعتها في اسبانيا بعناها لنفس المشروع. فلابد انت تبذل مجهود عشان لما تروح لوزارة الشؤون الاجتماعية تقولهم هذا التبرع لهذه المدرسة او هذا التبرع لكذا وكذا، انت توجه المتبرع. استاذ العزيز هذا الجانب بالتأكيد جربنا نشتغل عليه واشتغلنا فعلا، لكن جدا صعب، ما زال في ثقافة مجتمعنا ما زال الجانب الإغاثي هو نمبر وان في ايش في التبرع. انا مش مختلف معك ده، بقول لك عزاك انا قلت لك وسعتها عليك وقلت لك العالم كله عاطفي لان ده الانسان. واخد بالك انت 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 في النهايه يعني هقول لك انا مره مؤسسه الشيخ زايد رحمه الله عليه 4 أو 5 سنين عدى عليهم اشرب شاي، عدى عليهم اشرب شاي، عدى عليهم اشرب شاي. واخد بالك ففي الاخر ربنا فتح علينا والشيخ قرضاوي ادانا قرشين عملنا بيهم اشترينا بيهم حبة بقر في البوسنة. حبة ايه؟ بقر ولا جاموس؟ انت مش عارف البقرة من جاموسة؟ شفت بقى؟ ده مش متجوز. ها تفحصناه تفحصناه ها. فبدأنا مشروع ب30 بقرة، كان 50 مارك 50,000 مارك. بعدها قدمنا المشروع ده مؤسسة الشيخ زايد بعد 5 سنين من الزيارة وشرب الشاي. فواحد بدأ يقتنع بالموضوع بعد ايه يا اخي 5 سنين 5 سنين. فواحد قال لهم كيف نقرن اسم البقرة بالشيخ زايد رحمة الله عليه؟ فرد عليه اخ الذي عنده علم من الكتاب فقال له لقد ذكرت البقرة كسورة في القرآن. فخدنا فيها $500,000 بعد ايه؟ ما تعبناش. تناحى بقى، تناحى وغلاسة ولزوجة ابقى لازق كده فيه. هتتجوز؟ فلابد تنزل مجهود انت. اتفضل اخونا اللي هناك مش عارف بقى انتوا حددوا. انا عفوا ممكن انتوا يعني هذا العمل الانساني والاغاثي
انتم شؤون قسم خاص بكل الاغاثه التنمويه خاصه بالتدريب من قدرات الانسان. انت بتتكلم عن الاغاثه الاسلاميه مش كده؟ نعم. صراحه تعبنا من هذا الموضوع. كل العالم حتى فيها العراق يعني كل الانماط مصابه الى الجانب الاغاثه بالاكل والطعام وكذا، لكن الاغاثه التنمويه اللي خاصه بالتدريب وتطوير قدرات الانسان صراحه صفر يعني. دكتور هي مداخله اضافه الى كلام مستمعنا، انه قال لي انه هاي النخبه الحاضره من الشباب بها عدد كبير جدا لهم يعني باع طويل من الخبره داخل مجال العمل الانساني في العراق. أسسوا فرق تطوعية، شاركوا في مئات الحملات الميدانية الإغاثية، لذلك هاي الأسرة وهاي الطائفة من واقع خبرة ومعاناة. نعم. أنا بس عايز أرجع نقطة تانية لحكاية الحكومة أو الوزارة عندكم بتقول الإغاء يعني المشروع فقط. لابد يحصل، بس أخش في الكلمة بتاعت حضرتك، إن يعني نروح نقعد مع الوزارة. نروح نقعد مع الوزارة ونقول لهم كيف نغير دي عشان ناخد جزء من الإغاثة ده. نعمل العمل اللي أنت بتتكلم عليه حضرتك اللي هو الإيه؟ اللي هو بناء القدرات. بناء القدرات. فلما تقنع صاحب القرار هيبتدي يحلحل الموضوع معاك، هياخد وقت، مش هتقنعه بانك بتعمل بق كده وجلسه حلوه وخلاص، لا، هتقنعه بابحاث، وده حاجه تانية، تحدي اخر، اننا ما عندناش ابحاث نبني عليها فكرنا او فكر نبني عليه ابحاثنا. يعني كل اللي عندنا كده حماسه. يعني اديك سؤال، اديك ايه صوره كده واضحه. من هي المؤسسة الإغاثية في العالم اللي عندها قسم البحوث؟ دي نمرة واحد. من هي المؤسسة الإغاثية في العالم اللي عندها قسم للدفاع اللي هو بنسميه المناصرة؟ ده نمرة اثنين. من هي المؤسسة الإغاثية في العالم اللي عندها، أنا بتكلم حتى إسلامية يعني بالذات يعني بخص الإيه؟ المؤسسات بتدعي إنها مؤسسات إسلامية. إنها عندها قسم أو إدارة قوية للعلاقات الدولية. مفيش. فاحنا ايضا احنا واجب علينا احنا اننا نرجع نهيكل مؤسساتنا، نرجع نهيكل مؤسساتنا. ليه؟ لان الحكومه، ها، بغض النظر الحكومه دي فين، مش هتسمع لكلامك الا لما يكون في ورقه بحث محطوطه على الترابيزه. دي نمره ثلاثة. من منا من المؤسسات تقتنع انها تبني شراكه مع مؤسسه اخرى في نفس المدينه او في نفس الحي؟ العيب فيكم يا في حبايبكم، اما الحب يروح عليه. قدم لكم الاغنيه. فانت اصلا بتقول شراكه بس ما بتعملهاش، بتقول تكامل بس ما بتعملوش. هل احنا عندنا ان انا لو انا عندي خبره هجيب الجمعيه اللي جنبي اقول لها اعمل لي كذا وكذا 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 الى اخره؟ فنرجع مره اخرى نحاسبنا احنا، هل احنا عملنا اتحادات؟ هل احنا عملنا ائتلافات؟ هل احنا عملنا منتديات عشان نتكامل فيها ونستطيع ان لما نكون 30 او 40 او 50 جمعيه متفقين على فكره واحده، ممكن نقعد مع الوزير او نقعد معه مع رئيس الوزراء او نقعد معه مع رئيس الاداره نقول له ده من الخطر عليكم، من الخطر علينا كدوله، ان لو لم نبني هذه القدرات ستهدر الاموال. لان هناك موظف حكومه عنده قانون وعنده نقط كده موجوده ولا مش موجوده. مثلا في مركز دراسات عليا في الدوحه من دون ذكر الاسماء، عمل ايه؟ ما بياخدش للماجستير الا لما يكون واحد عنده جيد جدا او الى اخره. فرفض اربعه من الشباب اللي احنا قدمنا لهم السنه اللي فاتت، بالرغم انهم ابدعوا بعد كده وعملوا انجازات غير عاديه. اديك العقليه البريطانيه. خلاص، العقليه البريطانيه قالت لما في شاب من الشباب، يمكن الناس معروفه اسمائهم، واحد شويه ما كانش خلص الايه اللي هو ال 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 الدراسة الجامعية بتاعته، لكن اشتغل في الإغاثة 10 سنين، فحسبوا له المدة دي كأنها خد البكالوريوس ودخل على الماجستير مباشرة. خلاص. واحد تاني اللي هو حاليا في الأخ من الإغاثة هنا، في أخ من الإغاثة هنا بتاع الأنبار، خرج ولا هو لو خرج الرئيس بتاعك دلوقتي، الرئيس بتاعك دلوقتي ما كانش معاه الثانوية العامة، لكن لانه اشتغل في الاغاثه 20 سنه حسبوا له دي، فدخل على الام بي ام مباشره اللي هي الماجستير يعني او اعلى من الماجستير. فدي عقليه ودي عقليه. شاب تاني كان عندنا شغال بردك ما خدش الثانويه العامه، دخل الجامعه
وجواب من عندنا وانه اشتغلت متطوع معنا كذا وكذا وكذا وكذا. فمنظومة التطوع عندنا لابد نخليها منظومة، ما تبقاش مثلا في مخ مسؤول في مكتب بينفذ قرارات من سنة من سنة ايه بختنصر. بختنصر ده كان عندكم ولا كان فينا ولا في الشام؟ ها بخة تنصر ايه نبوخة نبوخة نصر طيب خلاص احنا في مصر بعد كده. فلذلك انت في النهاية لو احنا عملنا تجمع واصبح التجمع ده ليه حيثية وقدمنا بيه ورقة عمل، هنستطيع نقعد مع الوزير ونستطيع نقعد مع مجلس الشعب ومجلس النواب عندكم في العراق عشان يطلع قانون للأمر ده، لأن فلوسنا هتضيع. خلاص اللي انتم مسؤولين على الـ على الـ الـ الأسئلة. مين في شباب هنا وشباب هناك؟ تفضل. مش أنا اللي بقى مقوم الناس. السلام عليكم. في بداية المحاضرة ذكر أنت شخصيات صنعوا بصمة أو صنعوا حضارة. هاي الشخصيات إما تربوا على في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم أو كانوا أصحاب نفوذ أو أبناء ملوك، فتوفرت لهم إمكانيات مالية خلينا نقول. طيب اليوم أنا إنسان بسيط والشباب أيضا، كيف أستطيع أن أضع بصمة أو أصنع فكرة يبقى لها أثر بإمكانيات بسيطة؟ أنا إنسان بسيط. خليني بقى أكلمك عن التجربة بتاعتنا بتاعت الإغاثة الإسلامية 35 سنة. ما كانش فيه أي فلوس معنا، ما كانش فيه أي وجاهة معنا، ما كانش فيه أي شيء بتتكلم معنا. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش معنا، أو المسيح عليه السلام ما كانش معانا، أو سيدنا موسى عليه السلام ما كانش معانا إلى آخر. أغلب المبادرات اللي تحولت المؤسسات عالمية في بريطانيا سواء كانت من الاتجاه المسيحي أو العلماني أو الإسلامي إلى آخره بدأت بدون فلوس، بدأت بإيمان الشخص بالفكرة اللي احنا اتكلمنا عنها اللي موجودة دي قبل كده. دي نمرة واحد. يعني احنا شفنا في بناء المؤسسة دي أشياء كثيرة جدا. بتتكلم عن 35 سنة، مش بتتكلم عن سنة أو سنتين أو أنتوا تعبتوا يا شباب بعد سنة، تعبتوا بعد سنة. نعد علينا 11 سبتمبر كنا بنحارب الإعلام محاربة ضروس، لدرجة أنا في أحد اللقاءات في الراديو على الهواء عيني دي ما كنتش بشوف بيها من كتر اللي بيسموه ستريس اللي هو إيه يعني اللي هو الضغط. خرجت وكأني في سيخ نار من هنا لغاية راسي من ورا. أنا كان ممكن تقفل مكاتب وممكن تخلي المتطرفين في أمريكا يقتلوا العمال بتوع المؤسسة هناك. فعدينا من 11 سبتمبر. بتعرف عدينا ليه؟ لأن قلنا احنا مش هنوطي راسنا، احنا ما عندناش حاجة غلط أبدا، هنقف احنا جزء من الايه من الأمة ونقف. تعرف مين ده كان بيدافع عننا؟ لأخواننا المسيحيين بتوع الكاثوليك لو كافود، ما عرفش حد لو عارف كافود اللي هي كاثوليك ايد فور اوفرسيز ديفلوبمنت، في مجالسهم الخاصة كانوا بيتكلموا عننا يقول لا الإغاثة الإسلامية احنا عارفينها. تعرف مين اللي دخل الإغاثة الإسلامية الأمم المتحدة بعد فضل الله سبحانه وتعالى؟ مين؟ كان في 1993 يا رجالة، ما دي الرؤية بقى 93 كنا بنحاول نخش أكبر مؤسسة عالمية إنسانية في العالم. رحت أنا هناك وقلنا وجاوبنا على كل الأسئلة. كان في واحدة سويدية مع ما كانش شكلي ما كانش عاجبها، سفيرة السويد، سفيرة السويد. أنا نلف وبتاع ده ما كنتش أعرف كلمة لوبينج يعني إيه، والله ما كنت أعرفها. كان آخر يوم في رمضان فواحدة مصرية كانت هناك قالت لي يا ابني أنت عملت لوبينج؟ قلت لها يعني إيه لوبينج؟ لوبيا يعني؟ قلت لا لوبينج تروح تكلم الناس. كلمت السفير الروسي والسفير بتاع كوستاريكا وبتاع جنوب افريقيا وبتاع فرنسا وبتاع كذا وكذا 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 عشان اقنعهم احنا مين. الامر طول في الاخر بس على كل ده عشان اقول لكم مين 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 اللي دافع عن الاغاثه الاسلاميه. يوم الجمعه انا بقى من النوع لما بتنرفز بضرب كرسي في الكلوب. عارفين كرسي في الكلوب يعني انت جيت منين؟ من اين اتى هذا؟ انت متجوز؟ طب وقف
دور هتفرجوا على ظهرك يعني. المهم اتفضل. فيوم الجمعه طلعت على المنصه من غير اذن كده، قمت واقف زي التنح، مش تروح التنح، مسكت الميكروفون قلت لهم انا مش نازل، انا بقالي 5 ايام هنا، دي حقيقه مش ماشي، وانتوا قاعدين بتلعبوا بينا. ده فين؟ في الامم المتحده. فالست رئيسة المنصة الجلسة بتقول لو سمحت، قلت لها مش هنزل يعني مش هنزل. تعرفوا مين اللي دفعوا عننا في الجلسة دي بالذات؟ برغم كان في كذا دولة عربية وإسلامية موجودة، 4 دول عربية ها بدون ذكر أسماء. وقف السفير الأيرلندي اللي هو برضك كاثوليكي تاني. قام وقف ماسك الورقة كده، قال أنا أزكي الإغاثة الإسلامية. وإحنا قرأنا كل التقرير بتاعتهم، وانا يعني اوصيكم انها تناقش يوم الاثنين بعدها يعني بعد الويك اند اول جلسه، لان الناس دول صرفوا اموالهم ونيويورك غاليه، فتكون هي اول جلسه. فخد لك تزكيه من دوله، فده معناه ان كل الدول الثانيه ايه هتكون معاك. يوم الاثنين الست رئيسه الجلسه قالت مين يعترض على الاغاثه، قال ما فيش حد. بناء على مين معايا؟ بناء على السفير الايرلندي. انا بقول له جزاه الله خير، جزاه الله خير يعني جزاه الله خير، بغض النظر عن الدين وعن العرق الى اخره، لكن وقف معاك وقفه رجل صلبه. فلذلك ده اللي بالتكامل عندنا في العراق، احنا عندنا مزيج من الديانات ومن الثقافات ومن الاعراق. انتوا بلد من اغنى الدول في العالم في الثقافه والعرق والاديان والمذاهب، ده شيء جيد، شيء يكمل بناء النسيج المجتمعي ويطلع دوله. يعني شوف انا ما اتكلمت عن البغداد اللي فيها المتنبي، ما شفتهاش انا في 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 لندن. لندن دي كانت امتى؟ هايد بارك. في دلوقتي انا كنت هناك السنه دي في يناير وفي ابريل، شفتها وشفتها قبل كده وشفتها قبل كده وشفتها قبل كده. فانتوا شايفين انتوا عندكم ايه مش موجود بره، لا موجود في امريكا ولا في اوروبا ولا ولا الى اخره. مين مع الميكروفون؟ قال مش انا اللي بقول له. اهو شوف بقى مين من الشباب. البنات هنا ما تكلموش بالامر، بعديك انت بالامر البنات هيتكلموا. شئتن ام ابيتن، لان انتن مش كده برضك؟ اللغه العربيه هتموت. تفضل. السلام عليكم، رئيس الجامعة الفكرية وأبو في جميع الشباب الخير في مدينة سلام الله. دكتور حقيقة إذا عرج على في الموضوعين، موضوع الأول يعتمد على التحديات، يعني يوم أمس وجون حضرتك يعني تركت للتحديات، لازم دائما نواجه التحديات. حقيقة هي التحديات يعني في فلسفتها في مضمون محتواها، يعني قد احنا نشوف شيء يواجهنا او يمنعنا او يعرقلنا او عقبة في طريقنا، يعني فلسفتها وجهة نظري مو بهذه الطريقة. الفلسفة هي قانون، يعني طريق، يعني قوانين، وقوانين في الكون، في النظام في الكون لازم احنا نتعلمها، ما راح نتعلم نشوف هذا متحدي، هي طبيعة موجودة، قانون كوني، يعني قانون يسري، نظام منظم المجتمع، طبع الناس، هذا يعني فشي موجود منظم. إحنا لذلك يعني نطوره هذا التحدي، ليش؟ لأنه نظام، لازم وعي النظام، فكل ما يزداد وعينا نشوف العقبات كانت أقل. حتى يعني لما كنا ندرب في التخطيط الاستراتيجي إن الأعمار الصغيرة نقول لهم خلي خطة لمدة 10 سنوات، بل اللي عمره بالـ40 نقول له خلي خطة لـ5 سنوات، لأن هذا صار عنده مهارات ويعرف يتجاوز العقبات أسرع. هذا جانب التحديات، يعني شفت ملاحظة مهمة أن نبينها. أما مسألة بعض الأخوة ذكروها، سألوك عن المتبرع أو المانح يمنح فقط للمشاريع الإغاثية. طبعا جميع الشباب الخير في سامراء صار 11 سنة تعمل، صار 2 3 سنوات من نروح على المانح قالوا لي بعد ما نضيف فلوس، يعني
فلوس يجيبون بيها غذائية وطعام وملبسة وفراشة. وبعد ما احنا نريد مشاريع تنظرها الفقير تسوي مشروع بعد ما هذا تجزوه من قائمة فقراءكم. طبقناه خلال هذه السنة، فتحنا مشاريع تشغيلية من صالون إلى النساء، من حتى اللي بيحاب مثلا إلى آخر أمثلة كثيرة. في العقلية حتى بعض الوانحين، يعني احنا هم هو التحدي انه الوانح صار عنده وعي بعضهم، بس ما اعرف يعني الاخوة قالوا فقط اغاثة، بالعكس يعني طورنا. طبعا الوانح عندنا في سامراء، يعني زكاة المال عنده تقريبا 10 ملايين، ومبلغ قوي يعني كل سنة 10 ملايين، بس من الروح حاليا يعني ما دقتنا نعمل مشاريع عنه اغاثية فقط. يعني شوف ان العقلية تطورت حتى عند المانح، بس الله. احنا ماذا يعني نستطيع نحاكيه نوصل له الفكرة، مو مجرد اغاثة ان شاء الله انه ناخذ صور نقيم علاقة وروح مع السلام. جزاك الله خير، يعني زيادة في الوعي ان شاء الله. جزاك الله خير. انا بس حعمل تحيز للاخوات، ما تكلموش حد فيكم رفع ايدها. في اخت هنا في الاول، في فين الميكروفون يا رجالة؟ ايوه كده. هو كانوا كذا محاضرة؟ لا مش محاضرة خالص. المشكلة أعتقد واحدة من المشاكل المهمة في العراق وهذه المنطقة بالأخص هي مشكلة التعايش. أيوة. نقدر نتعايش مع الأفكار المختلفة، مع الكيانات المختلفة، مع الأشخاص المختلفين معنا، وكيف نوحد مثل الأهداف الإنسانية، كيف نوحدها، كيف نوصل للهدف الواحد لكل يتمنى. عناية، أول محاضرة قلت لها بعض ال في بريطانيا بنتكلم بالإنجليزي مش كده؟ إنجليزي يا إيه؟ إنجليزي يا مرسي، واخد بالك؟ كان هم جمعية شيعية من إخواننا يعني في بريطانيا، في جمعيات شيعية كتير جدا شغالة في العمل الإنساني. فأنا قلت لهم في الغرفة دي في فيل ما بنتكلمش عنه. فعرفت نفسي بالإنجليزي. مسميتها الفور اس. فور اس بتبدأ بالاس، ليه؟ أنا سني، أنا سلفي، أنا صوفي، أنا شيعي. شيعي بالإنجليزي بقى اس، مبالك؟ أنا شيعي لأني متشيع لحب آل البيت، محدش يزاد عليا فيها أبدا أبدا. أنا سني لأني بتبع السنة بتاعت السلف الصالح، أو سلفي بتبع السلف الصالح، او صوفي لان دي حالاتي الخاصه داخل بيتي وكذا وكذا، او اعتزل الناس الى اخره. فانا كمسلم امثل الاربعه اشياء دول. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ياتي ليهدم، مع انهم كانوا كفار، لا اقارن بين المذاهب وما فعل. الاسلام فضل يصلوا في الكعبه سنين، والمشركين حاطين 300 صنم داخل الكعبه. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقرا قلوب هؤلاء الناس اللي ما كانوا على الشرك، فما بالنا احنا اللي ندعي الايمان وندعي الاسلام ولا نستطيع ان نقرا قلوب اخواننا من المذاهب المختلفه اللي موجوده، او من الديانات الموجوده الاخرى، او من الثقافات الموجوده. لذلك لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكه قالوا انه لا يفتح الاسوار لكن يفتح القلوب. انت بالتالي اللي هيقودك في هذا الامر هو سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدى فهمك انت لبحبوحة الاسلام اللي تسع المسلم وغير المسلم، تسع المسيحي، تسع اللي هم في الصابئي، ومين تاني اللي عندكم، اليزيدي الى اخره. خلاص انا احترم عقيدته، فمن شاء فليؤمن، والجنة دي في ايد ربنا سبحانه وتعالى بيدخل فيها من يشاء. فلذلك انت هتعاملي مع الناس ازاي؟ باخلاقك. هتعامل مع الناس ازاي؟ بحبك ليهم. لذلك كان في الاول خالص قلت انا انسان وانا مواطن وانا مؤمن. انسانيتي بتجعلني كعراقي اتعامل مع كل الناس سواسية، ولا اشك في احد، ولا اكيل كيل الاحد، ولا اخطط لادي مش عارف بسموه يعني ايه اقصاء احد الى اخره. فلو انا ما عنديش المرض ده هستطيع ان اتعامل. اديك مثلا، احنا كنا عملناه في مصر في 2013، كان في مؤتمر وكنت انا مسؤول عن المؤتمر ده.
عملنا فيه 19 جلسة. كان فيه معنا كل الأطياف اللي في مصر. كان فيه أكبر ثلاث مؤسسات مسيحية. كاريتاس و... وجمعية الصعيد وجمعية ثالثة اسمها الإنجيلية. كان فيه أساوسة حاضرين معنا يعني أساوسة. من أول يوم ما اسمك؟ ها؟ نور على نور. يهدي الله نوره من يشاء. من أول يوم كان الشرط اللي يخش المكان ده يقلع عباية الجمعية بتاعته. كنت انت بتمثلي تيار سلفي او تيار اخوان مسلمين او كاثوليك او كذا. كان في 9 مسيحيين موجودين في الجلسة. واخد بال حضرتك؟ من الكنيسة القبطية والانجيلية والكاثوليكية. اول ما تخش الجلسة ده ايه اسمها مصر. لا تتحدث في هذه الجلسة الا عن مصر. لا تتحدث في هذه الجلسة إلا عن العراق. والعراق شاملة كاملة لكل الأعراق. فتعودوا في أول ما جلسة والتانية. في الجلسة الثالثة كان هم بيوقفوا كل من يخرج على النص. فأنت كرئيسة للجلسة نفسها بتديريها. لأن إدارة الجلسات فن ومهارة. والتنسيق فن ومهارة. وكمان مهنة. مش كل واحد يعرف ينسق. ليه يعني مثلا كان في بعض الجلسات نفرض الكلام لإخواننا المسيحيين فواحد يقول لي ليه؟ قلت له لأنهم أقل منكم والواحد فيهم بيحل لي مشكلة. فخلاص فبدأ الناس يقتنعوا. لكنهم مصنفوني مرة أن أنا على الجماعة دي والجماعة دي وأن أنا مسيحي وأن أنا مش عارف إيه. فكله بالنسبة لي إخواني في الدين وإخواني في الوطن. فأنت التي تستطيعين أن يعني تلملمي جراح الأمة في العراق. واخد بالك؟ والعراق شاملة وتسعنا جميعا. والله تسعنا وتسع كمان 30 مليون. نخليكم 100 مليون. ايه رأيكم يا شباب؟ تبقوا 100 مليون؟ يا عم انت مالك انت قول اه في اخت رفع ده وبعدين ايه هنجلكم انتوا يا شباب بعد كده. فضل في حد ثاني من الاخوات؟ لا في حتى انا سمعت صوت نسائي. انا من ورا خلاص. حد بس يبقى على الاقل في الاخوات اتكلموا لكي لا نصاب ايه ب. يلا يا اختي اتفضلي. انت فلسطين؟ صباح الخير. صباح الفل. سؤالي هيك انه بالمؤسسات التطوعيه دائما بيهتموا للفئه اللي هي بحاجه للتطوع، يعني الفئه المجتمعيه المحتاجه، بينما بيهتموش بالمتبرعين بالمتطوعين وبالمالحين. وهذا الاشي بيؤدي لممكن اشياء نفسية متراكمة تصير عند المتطوعين لانه بيكونش فيه للاهتمام. فكيف ممكن كأنا عندي مثلا مؤسسة تطوعية اهتم بالجزء الثاني الاشخاص المالحة؟ هو المتطوع التطوع يعني لابد احنا اول نقطة نتكلم فيها. اختي حضرتك من فلسطين اسمك ايه؟ زينب. أخت زينب التطوع دي منظومة كبيرة من المتقاعد في البيت وربة البيت إلى الشاب الصغير إلى الفقير إلى الغني إلى كذا إلى كذا. دي منظومة. نحن يعني عايزين وإحنا في العراق أو إحنا في فلسطين أو إحنا في أي دولة من دول نقنع الدولة إن التطوع في هذا العمل هو جزء من حماية الدولة وجزء من حماية الوطن. دي نمرة واحد. وهو جزء لا ينفصل تماما عن منظومة بناء الوطن. الاهتمام بالمتبرع والاهتمام حتى الاهتمام بالمتطوع العادي ما بنعرفش نهتم بيهم. ده احنا بنجيب الشباب يوزعوا ورق في البيوت كده وخلاص. او يكون عندنا يعني فعالية يجوا في الفعالية يلبسوا البدلة بتاعتهم. طب بعد كده انت بتربيه ازاي؟ انت بتستثمر فيه ازاي؟ انت بتخليه يشوف مشروع ازاي؟ فحتى التطوع مسيره. لان شوفي التطوع يبدا بالاستجابه لحدث وعمل فعاليه الى ان يصبح هذا المتطوع او هذه المتطوعه هي قائده او قائد في المجتمع. خدت بالك؟ الاهتمام بالمانحين لميكانيكيات مختلفه. الاهتمام بالمؤسسات لميكانيكيات مختلفه تخصصات.
يعني انت عشان تخش عايز تعمل شراكه مع الامم المتحده ومؤسسات دوليه بيكون عندك ناس من الحرفيه قادرين على كتابه المشروع، لانها ما اصبحتش بقى كوبايه شاي، لا اصبحت ورقه مشروع بتروح وفيها وفيها اهداف وضحت المعالم، فبتاخد فيها المليون والاثنين والخمسه والعشره. اصبحت الاهتمام بالمانح ده معناه ايه؟ معناه يكون عندك قسم خلاف قسم مشاريع، قسم حسابات وماليه قوي. يعني خدت بالك من الحته دي؟ يعني ايه واحد يقول طب وش دخل قسم الحسابات في الفلوس اللي حجنا؟ اقول لك لا، الحكومات لما بتدي بتسال عن المال كيف يصرف مش كيف يجمع. احنا كان عندنا في المؤسسه 9 أو 8 عن تشارتر اكاونتنت، يعني عندهم الزماله بتاعت الايه الحسابات، وكان في حسابات قسم الحسابات، كان في قسم ماليه، كان في قسم المراجعه الماليه الداخليه، وقسم التدقيق الخارجي في المكاتب، ده غير قسم الجوده. فلما تيجي حكومه من الحكومات عايزك 10 مليون او 20 مليون او كذا او كذا او كذا وكذا، بتبص الاقسام دي عشان تعرف ان المال ده هيصرف في مكانه. فانت بتستثمره فين؟ مش بس انك تروح تقابل المتبرع في حفله او في مؤتمر او الاخر، لا عندك هيكل داخلي يستطيع ان يحافظ على المال. الامر الثاني عندك سياسات انت عاملاها لحمايه الطفل، لحمايه المراه، لعدم العنف، كل هذه الاشياء تجعل المؤسسات الكبيره والحكومات تعطيك المال، لان انت بتحافظي على الطفل، بتحافظي على المراه، بتحافظي على المجتمعات المهمشه، وبتعملي كل الحاجات دي كلها داخل الهيكل بتاعك. فلما حد بيبص لجمعياتكم يا شباب معناه ايه؟ بيشوف الاورجانوجرام اللي هو هيكل الجمعيه. هيكل الجمعيه بسيط مش هيجيب لك حاجه، هجيب لك واحد زي حالاتي يديك 50 دينار او 100 دينار او 200 دينار. لان كلما ازداد الهيكل في حرفيتي وفي تماسكه كلما اتى اليك المال، اللي هو لان كل مصدر من مصادر المال من الحكومات او من اللي هي المؤسسات المانحه بناء على هيكلك، وبناء على سياساتك، وبناء على فعالياتك، وبناء على حيادياتك. خدت بالك؟ مش كله عمليه تقليديه حبه حمله كده وخلاص، لا دي مهمه نعملها دي، لكن في نفس الوقت نعمل حاجات تانية. في اليمن في 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 في, في احد السنين اعطت برنامج الغذاء العالمي اعطى حوالي 100 مليون دولار مواد عينيه والمصاريف الاداريه بتاعتها. خدت بال حضرتك؟ فلما نبص لمثل هذه الاشياء نجد انت لابد تبني مؤسسه من الداخل. في امر مهم جدا اقول لكم عليه عشان بردك ارفع روحكم المعنويه شويه. احنا سجلنا في الاتحاد الاوروبي، تعرفوا امتى؟ امتى؟ قولوا اي سنة؟ ها؟ 2004. ها؟ 90. ده الامم المتحدة في 93. فيش حاجة في 90 دي جاتها من عندك انت، في 90 و80 و70 دي احياء، ها؟ وشارع 60 وشارع 80 عندكم؟ ها؟ يلا يا شباب سجلنا في الاتحاد الاوروبي امتى؟ ها؟ و16 58 ما كنتش انا اتولدت. 2001. يعني ايه 2001؟ قبل 11 سبتمبر كانوا اتاخروا عنهم في الرد، فقمت رافع سماعه التليفون واتكلمت مع الناس، قلت لهم يا انتوا يعني اتاخرتوا، كنت يعني ايه بتكلم بشده كده شويه، انا مش عارف قوانين، فزعقت لهم. ده الكلام ده ايه قبل 11 سبتمبر، يعني باسبوع او حاجه زي كده. جات لنا الورقه بالقبول اما في اخر سبتمبر او في اول اكتوبر، لان انت استوفيت اوراقك. ما بصوا للاوراق بتاعتك وبصوا للهيكل بتاعك. لما جبنا كونسلتنت، رجوع للكلام بتاعك يا اختي، في التسعينات علشان ازاي نحصل على اموال من مؤسسات دوليه، اول حاجه تعرف اسال عليها هي ايه؟ مين؟ ايه؟ سال ايه الكونسلتنت اللي احنا جبناه ده؟ سؤال. طب خلاص، اول حاجه سأل ايه؟ من هو المدير التنفيذي للمؤسسه؟ لان هو ده صاحب القرار التنفيذي داخل المؤسسه، بيشوف السيره الذاتيه بتاعته، هل هو او هي قادرين على اخذ القرار، قادرين على اداره المؤسسه، قادرين على توجيه المؤسسه، قادرين على اداره العاملين ولا لا. انت تفتكر بقى خلاص بقى الموضوع ايه؟ الشيخ فلان ولا الحاج فلان ولا مش عارف ايه والدنيا ربيع؟ لا، بيشوفك انت مين وخبرتك في العمل ده ايه.
لأنه هيديك فلوس دولة، فلوس الضرائب، ممكن أي حد في الشعب يمسك المؤسسة دي المانحة ويهاجمها أو رئيس الحزب أو أول آخر المنح الفكرة دي كلها. بسألوا على مين؟ من هو مجلس الإدارة؟ هل مجلس الإدارة ده يمثل تمثيل واضح لطوائف الشعب المختلفة، أو مجلس إدارة يمثل فئة معينة؟ هل وجود المرأة في الهيكل الوظيفي أو مركز الإدارة موجودة ولا مش موجودة؟ فكل الحاجات دي يبص لها قبل ما يدوك إيه المنحة اللي بتتكلم عنها. آخر أخت هتتكلم هنا وبعدين هخش الإخوة، وإحنا قاعدين معاكم للصبح. آخر سؤال الأخت هنا، بس حد سأل آخر الأخ من الإخوة بعد الأخت، مش هطول. أنا قاعد في الجنينة برا، اللي عايز إيه اللي عايزني قابلني برا. إيه رأيك؟ تعالى جنب، تعالى عريس جنب. لا بالله عليك، علي خدك. ده عرض هيئة تاني ده. شايفينه يا رجالة؟ عرض أزياء. ها؟ عرض ده لابس كرافتة شيك قوي. الله يبارك. عايز هنا بص. تفضل يا أخت. لا خليها بس أخت. بص الحجاب بتاعي. مرحبا دكتور. أنا عمراس محمد من كردستان العراق مدينة سليمانية. هناك عدد من أفكار المشاعر الإنسانية، وهناك أيضا كثير من الشباب الإنسانية في عمل استعدادات أو منظمات تطوعية، بس لكن مشاكل الاقتصاد تجعلنا لا نعمل، كما أن آثار المشكلات السياسية كثيرا ستكون قبل أمامنا. الذي سأل كيف يمكن قياما بعمل رائع خاصة من كردستان؟ عمل رائع من كردستان، عمل تطوعي، تطوعنا إنسانية. عمل إنسان تطوعي. هو طبعا كردستان زي أي دولة، زي أي إقليم في العالم، زي أي محافظة في العالم، والعراق زي أي دولة في العالم. فنرجع مرة تانية نقول في مشاكل اقتصادية، في مشاكل سياسية في كل حتة في العالم، في مشاكل أمنية، في 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 كل الحاجات دي موجودة، ودي التحديات اللي هنتكلم عنها. ما هي دي التحديات اللي عايزة الشباب اللي زي حضرتك يصبر. مش هنغير الأمة ولا التاريخ ولا السياسة، لأن في بعض الدول أصبح الفساد نظام، بدون بغض النظر عن الدول أصبح الفساد ده هو النظام. فعشان تتغير النظام ده لابد تطلعي أجيال أخرى تعمل نظام آخر، وده بياخد وقت. فاللي أنا بقول ليا ولحضرتك ولنا كلنا، إن احنا نقعد كشباب نضع رؤية ونتحد مع بعض، ونبتدي نعمل أشياء لا نصطدم فيها مع بعض الأشياء الصعبة في أول الطريق، إلى أن يؤمن بنا المجتمع. ولو آمن بنا المجتمع كشباب هنستطيع أننا نغير هذه الأفكار وهذه السياسات. آخر سؤال للإخوة بقى، وعشان إيه؟ آخر سؤال للإخوة. هو اللي قرر مش أنا. أنا واقف كده لأن حادي بادي سيدي محمد. السلام عليكم. استاذ، سمعنا هاي المحاضرات والادوات صارت في الفرق التطوعيه، سمعنا بانه كيفيه تحويل العائله المتعففه او النازحين من عائله مستهلكه الى منتجه، هاي العامله. ده سؤال ولا اي سؤال؟ كيف تحول العائله من عائله مستهلكه الى عائله منتجه؟ الى منتجه يعني حتى تخلص من. انت بتعمل دراسه جدوى للعيله، واخد بالك، للعيله نفسها، العائله. قد تجد ان في العائله دي يعني مثلا كنت في بنجلاديش في حته اسمها بتاعه البحاريين. البحاريين دول هم ما لهمش لسه جنسيه، اللي هم اصلا كان من الهند بعد انفصال بنجلاديش عن باكستان، على انفصال باكستان عن بنجلاديش في سنه 71، فلا هم باكستانيين ولا هم بنجلاديشيين. فاكتشفنا فيها ايه؟ ان في نساء وهي قاعده في البيوت بتعمل اعمال يدويه خرافيه زي اللي انت بتشتريها في لندن وباريس والحاجات دي كلها. فانت بتؤهل هذه المراه وهي في البيت، ده لانهم ايه؟ عندهم حرفه معينه، سواء كان في الغزل
أو في النسيج أو في التطريز، دي حاجة من حاجات. في بعض العائلات تانية عندها القدرة على عمل الطبيخ، بتساعدهم أنت إنها بتوصل الطلبات دي للعائلات اللي الزوجة فيها بتعمل وما عندهاش وقت إنها تعمل الطبيخ. أنا حتى في مصر كنا بنعمل الموضوع ده، حتى في بعض أقاربنا كانوا بيقوموا بالمهنة دي كلها، وكنا بنساعدهم في إنهم بنطلب منهم الكفتة بقى والطعمية والكرشة والإتاني والمحشي، لأن الأخوات التانيين بيشتغلوا مش قادرين يعملوا الحاجات دي. دي حاجة تانية بالنسبة للطبيخ. بالنسبة للمهارات الأخرى زي الرسومات وزي الأعمال اليدوية الأخرى للرجال، بتبتدي أنت تنمي قدرته حتى ولو من بيته، حتى ولو من بيته، فمن بيته ممكن يعمل الحاجات دي كلها. في خدمات أخرى أنت بتحاول تحول العائلة دي، يعني مثلا جرامين بانك كان أول من دخل اللي هو الموبايل، تليفون الموبايل هناك. وفي السنة اللي دخل فيها محمد يونس التليفون ده لبعض النساء علشان يكتسبوا هم في البيت، اللي بيعمل مكالمات ما بين بنغلاديش وأوروبا وبنغلاديش وأمريكا، عليهم بس زي يستعملوا الحروف برغم ما يعرفوش إنجليزي. 15,000 خط تليفوني عملوا في أقل من شهر وهي قاعدة في البيت، لا بتعرف تتكلم إنجليزي وبتتكلم حاجة، إن حد بيجي لها بتضرب له إيه الرقم وكذا. فدي حاجة للمرأة أو للشاب في البيت. بالنسبة للفلاحين لما عندهم الأرض الزراعية، عملنا لهم اللي هو جبنا لهم الحبوب، جبنا لهم اللي هو الميني ريكشا، الميني الريكشا خلاص، الريكشا اللي هي عارفين ريكشا يعني ايه؟ ايه؟ ستوتة؟ التوك توك، بس ده الريكشا كان بايديه الوقت ده. وهكذا بالنسبه للجماعه بعض الفلاحين جبنا لهم الشبك، الصيادين سوري، شبك عشان يصطاد السمك. فكل الحاجات دي بتعملها انت، وبتجيبنا حيوانات الابقار او الخرفان او الماعز او الطيور الى اخره. فكل الحاجات دي كلها انت بتدرس العيله دي نفسها. بان كنا عملنا جمع يعني كوميتيز، يعني كوميتي اللي هي ايه، كوميتي مش كوميونيتي، لا لجان، من كل مستفيد عملنا منهم لجنه، يعني كل 6-7 مستفيدين عملوا لجنه عشان ياخدوا القرض من العائله دي ويدوها العائله دي. يعني مثلا كنا احنا 6 أو 7 عائلات مستفيده، فعملنا كوميتي، فالكوميتي دي كان بتاخد الفلوس من الناس اللي خدوها مننا قبل كده ويعطوها الفلوس اللي بعد كده للعائلات الاخرى. فكل الحاجات دي بتتحط بعد دراسه الجدوى لكل عيله على حده، مش مشروع كده كله زي بعضه. اوعى تفتكر في العمليه دي انك ايه هتنزل في حته واحده كل هيبقى يشتغل بنفس الطريقه. السوق، اعمل سوق للبيع، خد 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 حته كده من 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 ارض من الاراضي تصريح، وخلي كل واحد يجيب المنتج بتاعه يبيعه. في بريطانيا دي موجوده، اللي هي تعتبر بيقولوا عليها مش عارف دوله ايه، في تركيا موجوده الاسواق الشعبيه دي كلها، اللي هي بتخلي كل واحد يجي اجر المكان ده لمده نص يوم، ها، ويقعد يبيع الحاجه اللي هو انتجها في بيته. ففي وسائل كتيره جدا، بس كل عيله فيهم هي مشروع بذاته. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.